يا من شغل في عباد الله وش صابك؟ خل الخلائق الخالقها ورازقها، إن ما تجملت بخلاقك مع أقرابك اسكت وخلك بحالك لا تضايقها. أهلك وربعك وجيرانك وأصحابك خليك قدوة لهم في الطيب لايقها، لكن بعض البشر عقله مع شابك مدري غباء أو طبيعه ما يفارقها. عينه على ذا وهذا شخص مثلابك يحسد ويحقد ونفسه دوم يرهقها. نصيحتي لك مدام الله قد جابك ريح ضميرك وخلي